أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان وقل الحق من ربكم فمن شاء إِنَّ
وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا
سلام
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فأصبح يقلب كفيه وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء المال.